السلام عليكم. لحظات تقطع القلب. هنشوف الفنان حازم إيهاب وهو شايل ابنه على ايده ورايح يدفنه. هنشوف بعد الصلاة عليه في مسجد الحصري مين اللي كان موجود، ولحظات بكاء وانهيار من امه، ام الطفل اللي لسه يمكن والدة بقالها 12 يوم بالتحديد لسه ما اخدتش فترة نقاهة ولا حتى الجرح خف، وكانت متواجدة اثناء دفن ابنها وهي عمالة تبكي وتصرخ تقول له رايح فين يا حبيب ماما. هنشوف كمان مشاهد من لحظة دفن ابن الفنان حازم إيهاب ورسالة مبكية من دنيا سمير غانم بعتتها ليه وكانت موجودة. سبحان الله، دنيا ما بقتش بتسيب ولا واجب عزاء ولا واجب جنازة. يمكن الفنان حازم إيهاب لسه مش معروف قوي، ولكن في محبة كبيرة ليه من قبل الجمهور وكمان من الناس اللي متواجدة حواليه. شفنا جموع النهاردة كتيرة صلوا على الطفل الرضيع اللي يمكن لسه حتى ما اختارش اسمه، بس هو اسمه يونس طبعا، ولكن ما كانش يمكن لسه ليه ذكريات معاه، ليه مواقف حدثت مع ابنه، لان ابنه اتولد وهو عنده عيب خلقي في القلب، وبعدها عمل عمليتين. العملية الأولى عدت بسلام، والعملية التانية طلع وطالب من الجمهور الدعاء إن ربنا يشفي له ابنه. وبالفعل ناس كتير فضلت تدعي له وعمالة تقول يا رب يهون عليه الفترة اللي فاتت، ولكن بالأمس أثناء إجراء العملية اتوفى الطفل يونس، الطفل اللي لسه عمره 12 أو 14 يوم بالتحديد. انهارت جدا جدا زوجة الفنان طبعا حازم إيهاب أثناء دفن ابنها، وهي بتقول مع السلامة يا حبيب ماما، مع السلامة، هتوحشني من قبل، لسه مشبع منك. طبعا ربنا يجعله شفيع ليهم يوم القيامة ويكون ألهمهم الصبر والعزيمة والسلوان. اللحظة دي بتكون فارقة جدا جدا في حياة أي أب وأم، لحظة صعبة، ربنا يا رب ما يكتبهاش على حد. لما يكون لسه ابنه بيتولد قدامه وفي نفس الوقت بعدها بكام يوم خلاص ما بقاش هيشوفه تاني، بس صدقوني بيكون اختبار، واختبار يعني جميل من ربنا يعلمنا بيه الصبر ويدينا درس وعظة كبيرة قوي. ياريت ما نبصش لحد في حياته يا جماعة، ولو بصينا لحد ناخد الشيلة كاملة، بلاش ناخد منها الحلو بس. للأسف الصور اللي كان بينزلها هو وزوجته وقصة الحب اللي ما بينهم ودايما الفيديوهات اللي بينشروها كان كل الناس عينيها عليهم، ودايما يقولوا فرحانين مبسوطين كلام من ده. ياريت دلوقتي تحسوا قد ايه هم موجوعين وبرضو تاخدوا الشيلة كاملة. ربنا يرحمه طبعا ويصبر والده ووالدته. دنيا سمير غانم قدمت رسالة ليه وقالت له صدقني ده اختبار من ربنا، وان شاء الله ربنا يرحمه وما تتوجعش تاني ابدا. ربنا يرحمه، دعوله.